بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء والعزيزات، بجامعة 21 سبتمبر، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى سنكون معكم خلال 7 محاضرات في أخلاقيات مهنة الطب أو أخلاقيات المهنة، وسكون أيضا معكم في مقرر آخر اللي هو الميديكال تيرمينولوجي، أيضا 7 محاضرات. فأنا سعيد جدا أن أكون معكم أنا الحقيقة. أدرس هذه المادة من بداية تأسيس جامعة 21 سبتمبر، وأيضا الميديكال ترمينولوجي، أخلاقية المهنة والميديكال ترمينولوجي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أوفق في تقديم المعلومة المناسبة لكم. أخلاقية المهنة أو أخلاقية مهنة الطب مهمة جدا لكم أنتم كأطباء. فأخلاقية مهنة الطب تم قرارها تقريبا قبل، يعني مثلا في جامعة صنعاء، في كلية الطب بجامعة صنعاء، للتخصصات المختلفة بدأت تقريبا قبل يمكن 7 سنوات، وإحنا بدأنا في 21 سبتمبر من أول سنة، من أول سنة التأسيس قبل 4 سنوات. أنا أدرس هذه المادة في كثير من الجامعات، في جامعة صنعاء كلية الطب والعلوم الصحية، أدرسها لكلية الصيدلة والمختبرات والتمريض والأسنان، وأدرسها أيضا لجامعة 21 سبتمبر لكم أنتم في كلية الطب البشري منذ التأسيس، وأيضا كلية الصيدلة وكلية المختبرات وكلية التمريض. فأتمنى أن أوفق في تقديم هذه المعلومات المفيدة لكم. فيا شباب، إذا كان الطبيب، احنا حريصين انه الطبيب يكون ذو اخلاق، اذا مهم جدا ان الطبيب يكون ذو اخلاق، لانه بيتعامل مع حياة الانسان بيتعامل مع حياة الانسان، والانسان امانة في عنقه، اذا لابد. وايضا هناك القسم الطبي، يعتبر اجراء من اجراءات التخرج، ف القسم الطبي لابد انه يشارك فيه كل الاطباء الخريجين. فحنبدا ان شاء الله تعالى في محاضرتنا هذه انه نعرف او نشوف هنا منشأ اخلاقيات المهن الطبيه. ف نشوف مثلا الأوروبيين، أقر منذ آلاف السنين على أن الأخلاق هي مطلب أساسي لأي مهنة، ولقد أكدت كل النظم القديمة إلى حد ما على هذا المطلب. الشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالإنسان، فالأخلاق يعني الأخلاق يستنبطها الإنسان من أماكن كثيرة. إذن استنبط الغربيون النظم الأخلاقية الطبية من قسم أبقراط القديم ومن مبادئ الشرف النبيلة، ولقد دونت معايير السلوك المهني في أواخر القرن 17، وتبنتها الجمعيات الطبية رسميا في بدايات القرن 19،
وحنتناول اللي هي الجمعية الأمريكية، وحنتناول أيضا اللي هو إعلان جنيف، وحنتناول أيضا اللي هو قسم أبو قراط. إذن قبل أن نتكلم عن تعريف الأخلاق، إذن منشأ أخلاقيات المهنة يا شباب بالنسبة لنا إحنا كيمنيين، the origin of medical ethics بالنسبة لنا إحنا كيمنيين، جذورنا ممتدة في هذه الأرض، لنا تاريخ عريق. اليمنيين موجودين قبل 10,000 سنة قبل الميلاد، ولو لاحظنا مملكة سبا، حمير ومعين، نشوف مثلا عندما نشوف الملك عبد الشمس، نشوف نهاية أو إحنا تقريبا يصل انتماؤنا أو أصولنا للنبي نوح عليه السلام. فعبد الشمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن النبي هود ابن النبي نوح عليه السلام. إذن هذا هو تاريخنا يا شباب، تاريخنا عريق، تاريخنا كبير. ما هوش هنا إذا نحن موجودين من قبل 10,000 سنة قبل الميلاد، لو قارنا اليمن السعيد، بلاد العرب السعيدة، اليمن بلادنا، لو قارناها بدول الجوار، نشوف في دول من دول الجوار، أنا دائما أقولها، عمر هذه الدولة من دول الجوار بعمر برقوقة موجودة في إرتل، عمرها البرقوقة هذه أو البرقوقة عمرها أكثر من عمر هذه الدويلات دول الجوار، لكننا لنا تاريخ عريق ولنا جذور ممتدة عبر التاريخ تقدر بعشرات آلاف السنين قبل الميلاد. إذن نشوف أخلاقيات المهنة والأخلاق. الأخلاق هي الركيزة الأساسية في حياة الأمم باعتبارها الموجه الرئيسي للسلوك الإنساني والاجتماعي والتربوي. إذن الأخلاق هي ركيزة أساسية في حياة الأمم، إذن هي مبدأ، هي قيم باعتبارها الموجه الرئيسي للسلوك الإنساني والاجتماعي والتربوي. فكما لا تستقيم الحياة بدون عمل، لا تستقيم الحياة بدون أخلاق، صح ولا لا؟ إذن فكما لا تستقيم الحياة بدون عمل، فإن هذا العمل لا يستقيم ولا يثمر الثمرة المرجوة منه بدون أخلاق تحكم مساره. نعرف الأخلاق كتعريف آخر، هي صفات مستقرة في النفس البشرية فطرية ومكتسبة ذات تأثير بالسلوك، إما أن يكون هذا السلوك محمود أو مذموم. إذن مثلا أنا أقدر أحكم على أي واحد مثلا منكم أثناء تعاملي معه، صح ولا لا؟ إذن أقول هذا صاحب سلوك محمود أو سلوك مذموم. يعني سلوك البيت كويس، إذن أثر عليك. أما أخلاق المهنة لما نعرفها هي عبارة عن التوجيهات النابعة من القيم والمبادئ. إذن هي توجيهات نابعة من جوانا، من مبادئنا، من قيمنا، من المبادئ والقيم التي يؤمن بها أفراد المجتمع، والتي ينبغي للشخص أن يتحلى بها أثناء ممارسته للمهنة. إذن هي توجيهات نابعة من قيمنا، من مبادئنا، من أعرافنا، من عاداتنا، من تقاليدنا كيمنيين، صح ولا لا؟ إذن هي توجيهات نابعة من القيم والمبادئ التي يؤمن بها أفراد المجتمع، والتي ينبغي للشخص، هنا اسمعوا، والتي ينبغي للشخص أن يتحلى بها أثناء ممارسته للمهنة. إذن الحمد لله إحنا في اليمن السعيد، في اليمن الحبيب، نتمتع بأخلاق عالية، نتمتع بأعراف مش موجودة في الوطن العربي نهائيا إلا في اليمن. عندنا عادات، عندنا تقاليد ما هيش موجودة، مش موجودة.
تكاد تكون موجودة في مناطق ضئيلة جدا في بعض الدول، زي مثلا مدينة حلب السورية. يعني وجدنا أيضا يعني فيه من بعض العادات والتقاليد اليمنية موجودة فيها، يعني اللي ينسى أنها تتنقب أو يعني تلبس اللي هي تلتزم بالحجاب الإسلامي وهكذا. نشوف هنا مصادر أخلاقية المهنة. أخلاقية المهنة، مصدر أخلاقية المهنة توجد في مصدرين، أولهما وهو الإسلام. أول مصدر هو الإسلام الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، ثم المصدر الثاني الكتاب والسنة. إذن أول وأهم مصدر هو الإسلام الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق وإتقان العمل ومراقبة الله عز وجل في كل عمل. والمصدر الآخر، إذن قلنا الإسلام، الإسلام أول مصدر هو الإسلام الذي يتمثل بالكتاب والسنة، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني ما تعارف عليه الناس من مكارم الأخلاق والأعراف والعادات السائدة في الموروث المحلي أو المكتسب من الحضارات الأخرى، شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. إذن مصادر الأخلاق، مصادر أخلاقية المهنة، الإسلام ويتمثل في الكتاب والسنة. اثنين، ما تعارف عليه الناس من عادات، من تقاليد، من مكارم الأخلاق، من موروث محلي موجود. وإحنا ما شاء الله يعني لدينا عادات، لدينا تقاليد، لدينا أعراف مش موجودة قلنا في الوطن العربي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا خلقا. إذن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في أحد أحاديثه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نشوف قواعد الأخلاق. في أربع قواعد الأخلاق: قاعدة الاستقلال، قاعدة عدم الإيذاء، قاعدة النفع، قاعدة العدل. أربع قواعد. قاعدة الاستقلال، وقاعدة الاستقلال هي خاصية باتخاذ الإجراءات الطبية فيما يتعلق بالمريض. إذن هي خاصية بقدرة المريض. إذن هي خاصية بقدرة المريض على اتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات الطبية. إذن الطبيب قرر، سوري البيشنت ديسايد تو بيرفورم اوبريشن. إذن اوكي، إذن هي خاصية بقدرة المريض على اتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات الطبية. لما احنا نجي مثلا نقول نعمل عملية البيشنت، مش ناخذ موافقته؟ إذن هي خاصية بقدرة المريض. إذن قدرة المريض، إذن المريض اتخذ القرار وقال خلاص أوكي أنا موافق على إجراء هذه العملية، واضح؟ طيب، قاعدة عدم الإيذاء، وهي خاصية، وهي خاصة بعدم التسبب في أي ضرر للمريض. إذن قاعدة عدم الإيذاء، أنت إحنا كأطباء أو كعاملين صحيين الهدف من وجودنا في هذه المؤسسات الصحية هو تقديم العناية ذات الكفاءة العالية للمريض، مش نتسبب له بمرض. احنا موجودين هنا في هذا المكان عشان نحافظ على حياة الإنسان، عشان نقدم له عناية ذات كفاءة عالية بناء على المهارات والمعلومات اللي موجودة لدينا. إذن عدم الإيذاء خاصية بعدم التسبب في أي ضرر للبيشنت. أيضا قاعدة النفع، وهي الإفادة والموازنة بينها وبين المخاطرة والتكاليف. إذن قاعدة النفع أيضا قد اسمها قاعدة النفع. إذن بمعنى أنه أنت لابد ما تفيد البيشنت، صح ولا لا؟ إذن لابد ما تخفف من ألمه، صح ولا لا؟ لابد ما تحل مشكلته. إذن هذه قاعدة النفع، هي الإفادة، الإفادة والموازنة.
بينها وبين المخاطر والتكاليف. هنا يهمنا احنا في الطب انه ايجابياتنا تفوق سلبياتنا، هذه الموازنة لازم يكون فيها موازنة. اذا انا اميل للجانب ايش؟ لجانب النفع، لجانب الافادة. اذا ايجابيات البروسيجر هذه اللي حنعملها اعلى من الديس ادفانتج. اذا ادفانتج is more than disadvantage، صح ولا لا يا شباب يا بنات؟ طيب، أما قاعدة العدل the rule of fear، إذا قاعدة العدل the rule of fear، هنا أنه تكون عادل in distribution of care، لابد ما تكون عادل في توزيع العناية، لازم تكون fear and distribution of smile، إذن لازم تكون عادل في إيش؟ في ابتسامتك للناس، ابتسامتك للمرضى، مش تبتسم في وجه هذا وتعكنم في وجه مريض آخر، لا ما يجوز، ما يجوز أبدا. إذن قاعدة العدل أي العدل في توزيع المنافع والتكاليف والمخاطر. قاعدة العدل يا شباب مثلا نقول هذا المثل يأتي على الصيادلة، مثلا أنت صيدلاني وموجود في مستشفى حكومي ولديكم صيدلية مركزية تعطي الأدوية للمرضى مجانا، وعندكم مثلا أنتيبيوتيك مثلا زي الأوغومنتين مثلا اللي هي الأموكسيسلين مع الكلافيولينك أسيد. طيب أكثر من مريض جاء مكتوب له إيش في الوصفة؟ أوغومنتين. طيب أنت عندك أوغومنتين، الأوغومنتين هذا أوروبي، ومعك أيضا أوغومنتين مثلا يعني عربي، ومعك أوغومنتين يمني. طيب الناس اللي تعرفهم اللي تربطك بهم علاقة لما جوك صرفت لهم أوروبي، والناس اللي ما لكش علاقة فيهم صرفت لهم يمني، إذا ما فيش فيها عدل، إذا ما فيش فيها عدل في 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 توزيع المنافع، في هنا discrimination، في عملية تمييز ما بين patient to patient. لا لازم تكون عادل، اصرف من الأوروبي لما تخلصه، وبعدين اصرف من العربي لما تخلصه، وبعدين اصرف من اليمني لما تخلصه لكل المرضى، ما تميزش مريض على مريض. نشوف المبادئ الرئيسية لقسم أبو قراط. المبادئ الرئيسية لقسم أبو قراط، هنا حنلاقي في قسم أبو قراط القسم الرئيسي، هنا في قسم وفي مبادئ. قسم أبو قراط احنا يهمنا المبادئ الرئيسية لقسم أبو قراط. هنا قسم أبو قراط بيقول انه يعني الـ 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 لا يجاز في المهنة إلا من تمسك بالعهد، والعهد هو القسم، وقال أنه سيقدم الإجلال والعرفان لأساتذته الذي نهل من علومهم. أنا الآن أكلمكم عن القسم، هذه المبادئ وأنتوا يهمنا المبادئ. وقال أيضا سوف، قال هو يعني لديه ثروة كبيرة وسوف يقسم هذه الثروة ما بينه وبين أساتذته، هو سيأخذ 50% وسيعطي أساتذته 50% من هذه الثروة. قال أيضا أنه سيقدم خدماته لأبناء أساتذته وسيجعلهم مقام إخوانه، سينهلوا من علومه. وقال أيضا أنه لن يعطي أي دواء لإسقاط الجنين، وعندما يذهب لتقديم خدماته الطبية إلى بيوت المرضى سيقدمها من أجل صحة المريض، ولن يتلصص على عورات المرضى في بيوتهم،
يعني مبادئ يعني قسم، وكأنه لما نسمع نقول هذا مسلم. يعني لخصنا القسم إلى 7 مبادئ. إذن المبادئ الرئيسية القسم أبو قراط هي اللي تهمنا، وهو أول مبدأ: لا يجاز في المهنة إلا من يتمسك بأخلاقية القسم. إذن القسم اللي قلنا قبل شوية، وحنقول القسم الطبي بعد شوية: لا يجاز في المهنة إلا من يتمسك بأخلاقية القسم. إذن بمعنى لن يسمح لأحد من الأطباء بممارسة مهنه إلا إذا كان بار بالقسم، بأخلاقية المهنة وبالقسم الطبي. إجلال واحترام أساتذة الطب، احنا قلناها ايش قال؟ قال سيقدم له بالاحترام والإجلال والعرفان، مش هذا وبس، قال بعطيهم 50% من أموالي. مزاولة المهنة بهدف فائدة المريض وتلافي ضرره. إذن هنا عندما نمارس المهنة الهدف منها ايش؟ حماية مصلحة المريض. بقدر الإمكان يعني سأتلافى ضرر هذا المريض، ضرر المريض، لأنه أمانة في عنقي، أمانة في رقبتي إلى يوم الدين. إذن لازم أقدم عنايتي للمريض وأفيده وأعيد البسمة إلى شفاه، أعيد إليه الأمل إذا كان قد فقد الأمل نتيجة لما يعانيه من مرض، وأخفف من ألمه، أعيد الابتسامة إلى شفتيه. الابتعاد عن كل ما من شأنه إسقاط الجنين من أدوية أو مواد. هنا قال أبو قراط أنه لن يعطي أي امرأة، حتى لو لن يعطي أي امرأة أي دواء أو عقار يعني من شأنه إسقاط الجنين. دخول منازل المرضى من أجل مصلحة المريض، وقال أنا حروح لما أروح بيوت المرضى من أجل أن أفيد المرضى، من أجل أن أقدم لهم العناية الكاملة دون أن أتلصص على عوراتهم في بيوتهم. الامتناع عن الأذى والفساد، قال لن يكون مفسدا في الأرض، ولن يتسبب بالأذى للآخرين، بل حيقدم عنايته العالية وبكفاءة من أجل تخفيف آلام المرضى وإعادة الابتسامة إلى شفاههم. قال أيضا أنه لازم ما يحترم سرية العلاقة ما بين الطبيب والمريض. إذن لابد أنه سرية العلاقة هذه لابد أنها تكون طي الكتمان. إذن أسرار المريض لابد ما تكون طي الكتمان، ما يطلعش عليها أحد، لو كان أقرب الناس إلى هذا المريض إلا إذا كان فيها ضرورة، والضرورات في ديننا الإسلامي تبيح المحظورات. إذن سر المريض أمانة في عنقك إلى يوم الدين، إذا ما بيضرش الآخرين، إذا ما بيتسببش لكارثة الآخرين، إذا ما بيتسببش بوباء في المجتمع. إذن هذا هو. نشوف الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية. إذن الدستور الأخلاقي للجمعية الطبية الأمريكية عام 1846. إذن هذا الدستور مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظوا هنا يا شباب، أول 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 نقطة: respect of the law. إذن respect of the law، أول نقطة احترام القانون يا شباب يا بنات، احترام القانون. إذا احترمنا القانون، هو الدستور أصلا، هو الدستور، الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض خلقها بنظام، والله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يخلق السماوات والأرض just moment ثواني. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن أراد أن يخلقها بنظام، نظام كوني. إذن احترام القانون، إذن لازم نحترم القانون لأنه هو عبارة عن مظلة، وإحنا تحت المظلة هذه لازم نحترمها. إذا احترمنا القانون معناته حنوصل لحقوقنا بدون تمييز، صح؟ بدون وساطة. الأفضل هو اللي حيتعين مثلا، صح ولا لا؟ إذا وفقا للقانون، وفقا للقانون كلنا حنكون سواسية، ما فيش حد أحسن من حد. إذا لازم ما نحترم القانون. احترام حقوق المرضى، patient right you must or you should respect patient right. إذا لازم ما نحترم حقوق المرضى، حق المريض في العناية،
حق المريض في حفظ أسراره، حفظ المريض في الحياة، حق المريض في البيشنت سيفتي، سلامة المرضى، هذه حقوقه. احترام حقوق الزملاء، نعم لازم احترم حق زميلي عشان احترم حقوقي، لازم احافظ على حقه عشان يحافظ على حقي. احترام حقوق الزملاء فيه عشان نحترم بعضنا، في جوب ديسكريبشن، في توصيف وظيفي، جوب ديسكريبشن، اذا لازم انا احترم الجوب ديسكريبشن. احترام حقوق المرضى، حقوق الزملاء سوري. لازم تكون علاقاتنا علاقة زمالة، علاقة أخوة، علاقة محبة، ونحترم الجوب ديسكريبشن عشان ما فيش حد يتجاوز على الثاني، صح ولا لا؟ احترام خصوصية المريض وسرية المعلومات الخاصة به، هذه قالها أيضا أبو قراط، احترام خصوصية المريض. إذا patient privacy، patient privacy، لازم نحترم خصوصية المريض في معلوماته، في سرية المعلومات. إذا خصوصية المريض لازم نحافظ عليها، مش يجيني المريض أفحصه قدام الناس، لا ما ينفعش، لازم أطلعه على السرير وأعمل سكرين، ولازم عندما أفحص مكان وأفحص منطقة أخرى لازم أغطي المكان اللي فحصته عشان أحافظ على سريته، هي كرامته. عورة البيشنت، عورة المريض هي كرامته، صح ولا لا؟ الكفاءة والتفاني والمحبة، لابد ما يكون لك عندك كفاءة، لابد ما يكون في تفاني، لابد ما يكون في محبة. إذن الكفاءة، لما نعرف الكفاءة يا شباب، proficiency، proficiency الكفاءة عبارة عن combination of knowledge، skills and individual behavior. إذن الكفاءة هي عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات وسلوك الفرد، هذه الكفاءة، واضحة؟ تفاني ومحبة، لابد ما تتفانى في اكتساب المعلومة، لابد ما تتفانى في اكتساب المهارة، لابد ما تتفانى في كل شيء، في تقديم عنايتك للمرضى. المحبة لازم تحب الناس. الصدق وواجب التبليغ عن أي خداع أو كذب، إذن الصدق وواجب التبليغ عن أي خداع أو كذب، لازم ما تكون صادق في إلقاء المعلومة، صادق في إلقاء المعلومة، لابد ما تكون صادق في تعاملك مع زملائك، لابد ما تكون صادق، ما تعشمش المريض بأشياء مش موجودة، لابد ما تكون صادق في تحاليلك الطبية، لازم ما تكون صادق في الأدوات اللي تستخدمها، ما تكذبش على الناس، ما تضللش الناس، ما تدلسش لهم زي ما بيعملوا الآخرين، الخلطات والمش عارف إيش، واللي يقول بيعالج الإيدز واللي بيعالج مش عارف إيش، لا كلام فاضي. واجب التبليغ، أنت طبيب، إذا شفت أنه في ارتكاب أو تجاوز القانون أو حصل أي أذى أو خداع لمريض، إذا في الحالة هذه لازم ما توقف اللي ارتكب الجرم هذا عند حده وتبلغ الجهات المعنية. التعليم المستمر continuous education، والدراسة عند study، استشارة الآخرين في المهنة consultation of others، إذا continuous education التعليم المستمر والدراسة واستشارة الآخرين في المهنة، التعليم المستمر لابد، لابد إحنا ما نهتم في التعليم المستمر. التعليم المستمر ممكن أنت خلاص ما تقولش بس أنا خلصت البكالوريوس يكفي، لا، إذا أنت مطالب، أنت مطالب أنك تعزز معلوماتك، أنت مطالب أنك تعزز مهاراتك، مش أنت عايز تكون إنسان ناجح في المجتمع، مش أنت عايز أنك تقدم عنايتك للمرضى على أكمل وجه ممكن، إذا التعليم المستمر، مؤتمرات، ندوات، ورش عمل،
والدراسة، تخلص دراستك الماجستير والدكتورة مش تكمل بكالوريوس وتنام، لا، استشير الآخرين أيضا، مش عيب إن أنا أستشير أحد من الزملاء عنده خبرة، عنده يعني الخبرة لسنوات طويلة جدا. إذا في الحالة هذه مش عيب إن أنا أسأل زميلي إذا في أشياء ما أفهمهاش. الحرية في مزاولة المهنة، حرية، أنت حر في مزاولة مهنتك لكن بحدود القانون، ما تتجاوزش القانون. لديك الحرية في مزاولة المهنة بس في حدود القانون. المسؤولية في بذل الجهود لتحسين المستوى الصحي للمجتمع، لابد ما تبذل جهودك، لابد ما تبذل جهود جبارة في أنك تحسن المستوى الصحي للفرد والأسرة والمجتمع. نشوف هنا إعلان جنيف. إعلان جنيف يا شباب عام 1948، هنا كثير من الدول دخلت في هذا، وافقت على إعلان جنيف. نشوف هنا أقرت الجمعية الطبية العالمية هذا القسم بعد الفظاعات التي اقترفت باسم الأبحاث العلمية في معسكرات الاعتقال النازي، هذا في الحرب العالمية. النازيين طبعا كانوا يستخدموا الأسرى في التجارب، كانوا يستخدموهم زي الحيوانات، يجربوا عليهم الأدوية، يجربوا عليهم أشياء، يعني فعلا انتهكوا حريتهم وتم انتهاك حقوق الإنسان فيها. والمقومات الأساسية لهذا الدستور تتلخص كما يلي: خدمة الإنسانية. أنت كطبيب هدفك إنساني، مش نتقوقع، لا، أنت خدمة الإنسانية. أنت صحيح أنه إحنا بنخرجك عشان يعني تقدم خدماتك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة اليمنية وعلى مستوى المجتمع اليمني، لكن تأهيلك إحنا نأهلك لأكثر من كذا، إحنا نأهلك للإقليم، إحنا نأهلك للعالم كله، أينما كنت تقدم خدمتك. واضح؟ طيب، الاحترام والعرفان بالجميل، الأساتذة هذه قلناها، لابد ما نقدم احترامنا وإجلالنا لأساتذتنا الذي لولاهم ما وصلنا إلى هذه الدرجة من العلوم الطبية. ممارسة المهنة بضمير ونبل، لابد ما يكون ضميرك هو اللي يحكمك، لابد ما تكون ضميرك هو اللي يحكم مسارك عندما تتعامل مع الناس. إذا لما تمارس مهنتك لابد أن تعود لضميرك، ضميرك هو اللي يؤنبك، لابد ما تجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا لك في عملك وأنت تؤديه، لابد أن يكون عملك وأنت تؤديه على أكمل وجه ممكن، رضاء لله سبحانه وتعالى ورضاء لضميرك ورضاء للمهنة الطبية. الإحساس بواجب الاهتمام بصحة المريض والزملاء وتقاليد المهنة، هنا لابد أنه أنت يعني إحساسك أنك أتيت من أجل هؤلاء الناس، أتيت من أجل أن تقدم لهم خدمتهم. لا تتأفف من أشكالهم، لا تتأفف من رائحتهم، لا تتأفف. ممكن البيشنت يا شباب يا بنات، يعني ممكن البيشنت لما يأتيني، ممكن ولا سمح الله يعني واحد يكون عنده مثلا ما هوش قادر أنه يتحكم في التبول، ما هوش قادر أنه يتحكم في التبرز. إذا في الحالة هذه ممكن لا تتأفف من الناس هذولا. أنت عارف وأنت طالب وأنت تدرس أنه حتتعامل مع هذه الحالات دون تأفف، يعني لازم ما تحفظ حق المريض. أيضا لابد ما تحافظ أيضا بواجب الاهتمام بصحة المريض والزملاء. أيضا لازم ما تسأل على زميلك لو غاب، لازم ما تسأل على زميلك لو مرض، لازم ما تقدم له العناية اللازمة، لابد ما تعامله كأخ، لازم ما تعامله يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ممارسة المهنة بما يستجب مع القوانين الإنسانية. عندما تمارس المهنة عندنا قوانين إنسانية، عندنا أخلاقية المهنة، عندنا اللوائح، عندنا الأنظمة. إذا لما تمارس مهنتك لازم ما تنسجم مع هذه القوانين، لازم ما تنسجم مع هذه اللوائح ومع هذه الأنظمة. احترام الحياة الإنسانية بما فيها حياة الجنين. لا يمكن أنه إحنا نجرب على الأجنة في الأرحام، إذا لازم أن نحترم حياة الإنسان بما فيها حياة الجنين. إذا لا يمكن أنه إحنا نعمل تجارب على الجنين اللي هي الأجنة في الأرحام، لازم أن نحترم حياته زي ما نحترم حياة الإنسان الآخر. الواجب المهني يتقدم على العرق والدين والسياسة أو التمييز الاجتماعي. واجب المهني، أنت واجبك المهني يتقدم على الكلام هذا، يعني لا يمكن أنه تعمل عملية تمييز، عملية discrimination between patient and other. إذا لا يمكن أنه إحنا نميز ما بين المرضى، المرضى كلهم أمانة في أعناقنا. إذا لابد أنه إحنا نتعامل مع كل المرضى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما نميزش مريض على مريض، ما نقولش والله هذا مثلا أمريكي أو هذا مثلا
صيني أو هذا روسي وهذا يمني، لا أنا حتعامل مع اليمني أفضل منه، هذا من أبناء جلدتي وهو يمني. لا، ما يجوز الكلام هذا. أنت كطبيب لازم ما تتعامل مع الناس على حد سواء، يعني أنت أو مثلا أسير، الأسير هذا لازم ما تقدم له عنايتك الطبية على أكمل وجه ممكن زي ما تقدمه للجريح اليمني أو الجريح التي الذي ينتمي إلى عرقك أو دينك. أو مثلا تقول والله هذا في حزب كذا وهذا في حزب كذا، لا، تعمل عملية تمييز فيما بينهم. لا، أنت طبيب لازم ما تقدم عنايتك على أكمل وجه لكل الناس أيا كان دينه أو أيا كان عرقه أو أيا كانت سياسته، لا تميز بين أبيض وأسود. الكلام هذا بالنسبة لنا يفترض أنه ما يكونش موجود أبدا. يعني نشوف هنا، حننطلق إلى اللي هو القسم الطبي الإسلامي. إذا القسم الطبي الإسلامي هنا حنلاحظ القسم الطبي الإسلامي هنا اللي هو اسمه قسم الطبيب. إذا هنا نلاحظ هنا فقراته، قسم الطبيب هي أول فقرة لازمة اللي هو أقسم بالله العظيم. إذا هنا القسم خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، إن أردت أن تقسم أو أردت أن تحلف، إذا احلف بالله سبحانه وتعالى، لا تحلفش مثلا أو تقسم برأس ابنك أو رأس بنتك أو رأس زوجتك أو رأس أبوك أو رأس أمك، لا، لازم القسم يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وليس لسواه. إذا أول فقرة في القسم الطبي أن أراقب الله سبحانه وتعالى في مهنتي، إذا أن أراقب الله في مهنتي. إذا بمعنى يا شباب، معناته أنا أتمنى أنه تفهموا المعاني لهذه الفقرات للقسم الطبي، أن أراقب الله في مهنتي، بمعنى أن أجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا لي في كل أعمالي، في كل عمل أؤدي أو في أو 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 في أي رعاية أقدمها للمرضى، أجعل الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، وإذا راقبت الله سبحانه وتعالى في عملي، إذا بمعنى أن بأني سأقوم بتقديم عنايتي الطبية ذات الكفاءة العالية للمريض، وابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وليس غيره. إذا 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 أنا أراقب الله سبحانه وتعالى في عملي، إذا بمعنى أنني لن أخاف من رب العمل، لن أخاف من الكاميرات الموجودة التي تراقبني وأنا أقدم عنايتي، لأنني أخاف من الله سبحانه وتعالى وهو الرقيب الوحيد لي. إذا طالما أنا أخفت الله سبحانه وتعالى وكان الرقيب لي في عملي، إذا الآخرين ما لهم، لا أخافهم، إذا الآخرين حيكونوا أيضا راض عني، لأن الله سبحانه وتعالى راض عني بأني أراقبه في كل لحظة وحين وأنا أقدم عنايتي للناس على أكمل وجه ممكن. الفقرة الثانية، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق. إذا واجبي ومهمتي في هذه المؤسسات الصحية أن أصون حياة الإنسان، أن أحافظ على حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل المراحل العمرية، سواء كان طفلا أو كان شابا أو كان كهلا، إذا هم تحت مسؤوليتي. إذا لابد أن أحافظ على حياتهم في هذه المراحل العمرية. لما يكون طفل، إذا حياته أمانة في عنقي، لابد أن أقدم له عنايتي على أكمل وجه ممكن في كافة الظروف اللي بيعيشها المرضية. أو أيضا كان شابا، هو أيضا مسؤوليتي وتحت عنايتي. أيضا عندما يكون كهلا نفس الكلام، إذا في كل الظروف والأحوال، في كل الظروف والأحوال، كانت هذه الظروف ظروف حرب أو ظروف سلم، كان فيها كوارث طبيعية، كان فيها زلازل، كان فيها حرائق، كان فيها فيضانات، إذن هو مسؤوليتي. إذن لابد أن أحافظ على هذا الإنسان في هذه الظروف. أيضا باذلا وسعي، وسأبذل كل ما أستطيع، سأبذل كل ما لدي من معلومات، من مهارات، من باك جراوند، إذا سأقدم عنايتي الطبية وإنقاذ حياة هذا الإنسان من الهلاك نتيجة للظروف اللي بيعيشها، الظروف الطبيعية اللي بيعيشها، أو ظروف الحرب أو ظروف السلم. وأيضا سأعالج المرضى مما يعانون من أمراض، وأيضا سأخفف من آلامهم وسأخفف من معاناتهم النفسية، وهم زي ما قلت أنا أنه سأحافظ على حياة الإنسان وبما يحيط به من ظروف كانت.
النقطة اللي بعدها وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم. إذن إلى المسؤولية أيضا أن أحافظ على كرامة الإنسان عندما يأتي إلي، لابد أن أحافظ على كرامته. كرامة الإنسان تتمثل في عورته، كرامة الإنسان تتمثل في معاملته. إذن أن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم. إذن أن أحافظ على كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان تتمثل في عورته، تتمثل في أسراره، تتمثل في تعاملي معه. إذن أن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم. عندما أقوم بفحص المريض، لابد قلت إيش؟ لابد إنه يكون في إيش؟ اللي هي الشيت، اللي هي الملاية، لازم أغطيه، لازم أعمل سكرين اللي هو الحاجز اللي عشان ما يشوفوش الآخرين، وأيضا أكتم سرهم. إذا أسرار المرضى لابد أن تكون طي الكتمان، يعني عدم إفشاء سر المريض. يعني إذا لازم أحفظ سر المريض إلى يوم الدين، حتى لو كان أقرب الناس إليه وقال لي رجاء، يعني هذه يفترض أنه أنا ما أعطيش، مش حتى يقول لي، يعني مش ضروري يقول لي المريض، لا. يعني إذا أسرار المريض هي أمانة في عنقي، مش حبيح سر المريض لأحد، إلا إذا كان فيها ضرر على زوجته مثلا، أو الزوجة على زوجها، أو على المجتمع. إذا في هذه الحال لازم أعمل الاحتياطات اللازمة دون أن أشيع عن المريض هذا أمام الآخرين. لكن لو كان مثلا واحد مصاب بالإيدز، إذا لازم أبلغ زوجته أنه هي مصابة بالإيدز، هو مصاب بالإيدز، وأيضا لازم أبلغ وزارة الصحة علشان تحصر الحالات هذه. وأيضا مرضى الإيدز بيحصلوا على عناية من وزارة الصحة، في أدوية ما هيش متوفرة إلا في وزارة الصحة بيأخذوها اللي هم مرضى الإيدز. وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذل الرعاية الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو. إذا وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله. إذا إحنا الأطباء أو الفريق الطبي إحنا ملائكة رحمة، إذا إحنا وسيلة رحمة إلهية موجودة على الأرض. إذا إحنا مسؤولين، إذا مسؤولين عن حياة المرضى، إذا مسؤولين عن حياة الناس هذولا اللي هم بحاجتنا. إذا سوف نبذل رعايتنا الطبية لكل الناس على حد سواء، دون أن أميز ما بين قريب أو بعيد. أقول هذا مثلا أخي لا أقدم له عنايتي، أما الآخرين ما مش ضروري. أو ممكن هذا أخي أقد أعطيه مثلا الأدوية اللي هي السويسرية والأمريكية والبريطانية، والآخرين أعطيهم الهندي والباكستاني، لا، الكلام هذا غير سليم. للصالح والخاطئ، كان هذا سلوكه سوي أو كان سلوكه غير سوي. إذا عناية الطبية حتشمل الناس كلهم، والصديق والعدو. إذا زي ما مثلا حقدم عنايتي الطبية للصديق، إذا لازم أقدم عنايتي الطبية أيضا للعدو بنفس العناية، نفس الكواليتي، ما فيش تمييز ما بين المرضى. وأن أثابر على طلب العلم وسخره لنفع الإنسان لا لإيذائه. إذا هنا أن أثابر على طلب العلم وسخره لنفع الإنسان لا لإيذائه، بمعنى أنه لابد زي ما قلنا الكونتينوس إديوكيشن اللي هو الاستدي، أيضا لازم أحضر الوركشوب، لازم أحضر التريننج، لازم أحضر اللي هي الكونفرنس اللي هو المؤتمرات العالمية اللي فيها أبحاث. إذا أن أثابر على طلب العلم، إذا بمعنى أنه ما تكونش هي البكالوريوس آخر محطة لي، لا، لابد أنه البكالوريوس هي محطة الانطلاق بالنسبة لي، لكن لابد ما أخلص ماجستير، لابد ما أخلص دكتوراه، أو ممكن أخلص البورد. إذا هذه كلها أن أثابر على طلب العلم، إذا بمعنى أن أثابر على طلب العلم. وعندما أثابر على طلب العلم وأحصل على المعلومات وأحصل على المهارات وأبقى إنسان ذو كفاءة عالية، إذا أو طبيب ذو كفاءة عالية، إذا في هذه الحالة لابد أنفع بمعلوماتي ومهارات الإنسان. إذا لابد ما أنفع الإنسان، مش أذيه، لا، لابد ما أقدم ما حصلت عليه من معلومات من مهارات في تخفيف آلام المريض، في إعادة البسمة إلى شفاته، في إعادة الأمل إليه للحياة. إذا هذا هو النفع، مش أذيه، مش أتفنن في آذاء المرضى. خلاص أنا عندي معلومات وعندي مهارات، إذا كيف أذي المريض هذا؟ أو مثلا زي ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية، هي استفادت من علومها في تدمير البشرية، في تدمير الإنسانية. إذا هي لما ضربت القنابل ضربتها على مدينتي هيروشيما ونجازاكي، هو علم، لكن العلم سخروا في إيذاء الإنسان ودمروا فيه البشر ودمروا فيه الأرض هذه. طيب،
وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى. إذا لابد أن أوقر من علمني. إذا أساتذتي أقدم لهم الشكر الجزيل والعرفان على ما بذلوه من أجلي وأوصلوني إلى هذه المكانة. إذا لابد أنه إحنا ننحني لهذه الهامات الكبيرة الذي لولاهم لما وصلنا إلى هذا المستوى من العلم. وأعلم من يصغرني، لابد أن أكون أعلم من يصغرني، لابد ما أعطي ما لدي من مهارات ومعلومات لمن يستحقها، لمن كان أدنى مني في التعليم. يعني مثلا ممكن أنا أكون في مستشفى، مثلا أنا أستاذ مثلا في مستشفى، أنتم لما تأتوا الطلاب إذا لازم أوقف معاكم، لابد أن أعلمكم، لابد أن أعلم من يصغرني، لابد أن أبذل كل ما أستطيع في اكتسابكم للمهارة، اكتسابكم للمعلومة، لابد أن تنهلوا من علومي ومن علوم الأساتذة الآخرين، إذا أعلم من يصغرني. وأيضا أنتم مثلا ممكن تكونوا في سنة خامسة أو سادسة، إذا لابد أنتم أيضا ما تساعدوا اللي هم أدنى منكم، زملائكم اللي في رابعة مثلا، أو أنتم في سادسة وفي زملائكم في خامسة، إذا ساعدوهم، علموهم المهارة، علموهم المعرفة. وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاون على البر والتقوى. لابد ما تجمعني بزملائي اللي هي ال 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 لابد ما تجمعني مع زملائي الزمالة والأخوة والمحبة في اللي هي في الحقل الطبي، ولابد أن نكون متعاونين على البر والتقوى. إذا لابد أنه إحنا نتساعد فيما بيننا، لابد أنه أستشير الآخر إذا ما في أشياء مثلا خارجة عن اختصاصي، أو زميل الآخر إذا في حق شيء خارج عن اختصاصه لازم ما يسألني، ما هو شعيب. إذا لازم تكون علاقاتنا علاقة أخوة، علاقة زمالة، علاقة محبة. ليش يا شباب؟ عشان يتناغم أداء هذه المؤسسة الصحية الذي بنشتغل فيها وتكون مؤسسة ناجحة. إذا لما تكون مؤسسة ناجحة إذا سمعتها حتنعكس علينا أيضا، والمرضى حيجونا، صح ولا لا؟ وخاصة إذا كانت المؤسسة هذه مؤسسة خاصة، إذا المريض لما يجيك ويستفيد وتعامله معاملة بما ترضي الله سبحانه وتعالى، إذا حتنعكس على سمعة هذه المؤسسة وتنعكس على سمعة الناس اللي بيشتغلوا فيها. إذا معناته المرضى حيزيدوا وحيزيد دخلنا في هذه المؤسسة الخاصة. مش أنا أتكلم عن الدخل وأتكلم عن المادة، لا بالعكس، أنا أتكلم أنه إحنا بنقدم خدمات جليلة للمرضى. يعني إذا إحنا قدمنا خدمات يعني ذات كفاءة عالية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الجانب المادي هو في الأخير ننظر له، لكن الهدف أنه إحنا نقدم عنايتنا للمرضى يعني بكفاءة عالية رضاء لله سبحانه وتعالى. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين. إذن هنا لابد يا شباب أن تكون حياتي مصداق إيماني. إذن هنا كمثال على ذلك، مثلا أنه أنا إنسان، مثلا أقول أنا إنسان مسلم، كيف 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 أثبت أن أنا إنسان مسلم؟ إذا أثبت أن أنا إنسان مسلم أنه عندما أتعامل مع الآخر، إذا أتعامل مع الآخر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لازم إذا في معايا مال لازم أتصدق فيه، إذا معناته أخلاقي لازم تكون كويسة مع الناس، ما أذيش هذا ولا أذي هذا، ولا مثلا أكون تاجر وأخبي مثلا السلع والمواد الغذائية ودائما في تضارب، دائما أسأل عن الدولار، كم ارتفع الدولار، كم مش كذا، وكل يوم أرفع من السلع وأرفع من المواد الغذائية. إذا حصل هذا أنا مش مسلم، لأنه ما أسلمتش الآخرين من أذائي، صح ولا لا؟ إذن المسلم اللي يخاف على أخوه المسلم، اللي أخاف من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أن تكون حياتي مصداق إيماني. إذن ما وقر في القلب صدقه العمل. إذن حياتك لازم ما تكون أنت إنسان مؤمن. إذن برهن لي، إذن معناته الأدلة والشواهد التي أشوفها في المجتمع هي اللي تبرهن لك. إذن معناته هنا لما أتعلم لما أكتسب من المهارات والمعلومات وأخاف الله سبحانه وتعالى وأجعل الله سبحانه وتعالى رقيبا لي، إذا سلوكي اللي أنا أقدم في عنايتي للمرضى على أكمل وجه ممكن، إذا هذا اللي نقصده، أن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد. إذا هنا نكتفي اليوم بهذه المحاضرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم هذه المعلومات. أتمنى من الله سبحانه وتعالى
أن تكون فائدتكم عالية جدا. أنا مستعد لأي أسئلة أو استفسارات تكون لديكم، ممكن نتواصل بأي وسيلة أخرى. فيه من زملائكم من يعرفني ولدي علاقات وطيدة فيهم، ولدي علاقات وطيدة في الجميع، يعني لأن أنتم أبنائي وبناتي، فدائما تربطني بطلابي وطالباتي علاقة وطيدة، نتعامل كزملاء في المهنة. فأتمنى لكم إن شاء الله تعالى التوفيق. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ولوطننا الحبيب السلام، ولوطننا الحبيب الأمان والنصر. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا وعنكم وعن الأمة الإسلامية والإنسانية هذا الغم، وباء كورونا، وتعود الأمور إلى طبيعتها. إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله أبنائي وبناتي الأعزاء والعزيزات، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.